السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من تقرير لموقع ألترا عراق بعنوان التلوث في بغداد، 9 ملايين نسمة تهددهم الغازات والسماء تختنق بالملوثات. جاء فيه عواصف ترابية تضرب العاصمة وسماء حمراء ومستشفيات تكتظ بالمواطنين الذين تعرضون لحالات الاختناق، صورة تمثل أجواء التلوث في بغداد التي تعيش لأيام عديدة في فصل الصيف وتبين مدى التقلب المناخي في العراق، لكن تأثير تلك العواصف ربما لا يوازي حجم وأثر ما تسببه الغازات المنتشرة والملوثات في سماء بغداد. هذه الملوثات الناتجة عن إحراق الوقود والغاز في مصفى الدورة مثلا، أو الدخان المنبثق عن حرائق التمر الصحي في أطرافها. في عاصمة يتجاوز عدد سكانها 9 ملايين نسمة وتتصدر المحافظات العراقية بعدد السكان، تزداد نسب التلوث الجوي في بغداد وتتقدم مع مرور الزمن، حيث باتت أجواؤها تخنق سكانها مع ازدياد الملوثات من دخان المصانع والمصافي إلى عوادم السيارات وانتشار المحارق غير المجازة للنفايات، ناهيك عن غياب شبه تام لمعالجات حكومية يفترض اتخاذها لتهيئة بيئة مناسبة صالحة للعيش. وبحسب المؤشرات العالمية الخاصة بقياس درجات نقاء الهواء، فإن العراق يحتل مراتب متقدمة في نسبة التلوث الجوي، كما تتصدر العاصمة بغداد العواصم العربية، واحتل العراق المرتبة الثانية بأكثر دول العالم تلوثاً، فيما جاءت بغداد في المرتبة 13 من بين المدن العالمية الأكثر تلوثاً خلال عام 2022، وذلك وفق مسح عالمي سنوي أجرته شركة سويسرية لتصنيع أجهزة تنقية الهواء. ولا يقتصر التلوث في بغداد وشوارعها على عدد المركبات، بل إن وجود المولدات الأهلية داخل الشوارع الفرعية وبين المنازل والعمارات السكنية يسبب تلوثاً بيئياً، حيث تعمل تلك المولدات لساعات طويلة في اليوم وتطلق دخانها في الشوارع. ونقرأ مشاهدينا مقالا نشرته صحيفة إيلاف للكاتب سرباست بامراني بعنوان العراق والنهاية التي تقترب، إذ يسير العراق بخطى حثيثة متسارعة نحو مصيره المحتوم من التشظي لعدة أسباب، منها ممارسات الشريحة الحاكمة التي تزيد من تسارع التوجه نحو التقسيم، ولم تستطع أو لم ترغب الشريحة الحاكمة بتقديم نموذج ديمقراطي للحكم يعزز الهوية الوطنية الجامعة للكل، فضلاً عن الفساد ونهب ثروات البلاد وارتهان القرار الوطني المركزي والتخلف الهائل في مجال الخدمات والحملات المنظمة لنشر الخرافات والدجل والتي أصبحت سمة رئيسة للنظام الحاكم من دون أقل بصيص نور في نهاية النفق المظلم. بقاء الدولة العراقية الحالي المنقسمة داخلياً لا يعود لا إلى رغبة مكوناته ولا لثقتها بالنظام وقوته، ولا بسبب الالتزام بالدستور الاتحادي ومبادئه الأساسية، وإنما مرتبط بالمصالح الدولية والإقليمية التي تحول دون التقسيم الموجود على الأرض نتيجة ممارسات النظام العنصري والطائفي المتخلف التي أدت إلى نسف كل مقومات وأسس دولة المواطنة والمساواة والقانون. وأصبح من الطبيعي سيطرة الميليشيات المسلحة المتعددة على هذه المنطقة أو تلك، يقيناً إن على المجتمع الدولي والإقليمي الإقرار بحقيقة فشل النظام الحاكم، وإن البلد بوضعه الحالي يعيش حالة موت سريري رغم التهريج الإعلامي المقرف للشريحة الحاكمة. إلى موقع عربي 21 ومقال الكاتب حلمي الأسمر، قال فيه
في حدث لافت أخيرا أنشئت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤسسة مستقلة من أجل جلاء وكشف مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، وهو طلب متكرر لأهلهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان. وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مسودة القرار القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف إلى متابعة ملف المفقودين في سوريا وكشف مصيرهم. وقد مرر القرار بأغلبية 83 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 62 دولة عن التصويت. المؤسسة تهدف إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا منذ بدء الثورة السورية وحتى الآن، إذ يقدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد السوريين المفقودين أو المغيبين قسراً منذ عام 2011 بأكثر من 100,000 سوري، لكن مؤسسات سورية عدت الرقم أعلى من ذلك بكثير ويصل إلى مئات الآلاف. بلاد العرب على اتساعها هي أشبه ما تكون بمعسكر اعتقال كبير مع وجود فوارق بين ساحة وأخرى، لكنها في النهاية إن وضعناها تحت مجهر الحقوق والواجبات ليست أكثر من سجن بالمعنى المجازي والحقيقي حتى. فالوطن الذي يحرمك من أبسط حقوق الإنسان مما يتمتع به السجين في بلد محترم هو سجن كبير بلا أسوار وعود على ما بدأنا به. فما الذي يدفع بلداً للامتناع عن التصويت على قرار ينصف المفقودين ويفتح باباً أو قوة صغيرة للبحث عنهم، إلا أن يكون مثل هذا القرار يفتح باباً واسعاً لإثارة قضايا المفقودين والمغيبين والمعتقلين العرب الذين ابتلعتهم السجون والمعتقلات والقوانين العرفية التي تبيح للسلطات سحق حقوق البشر وتغييبهم فيزيائياً باعتقالهم أو مجازياً بحرمانهم من العمل والحياة الكريمة، حيث يخضع توظيف المواطن في منصب حكومي مثلاً لموافقة أمنية مسبقة تستند إلى معايير لا علاقة لها بالكفاءة بل بالولاء للنظام. نشر صحيفة الجارديان افتتاحية بشأن قرار قضاة في محكمة الاستئناف أن محاولات الحكومة البريطانية إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية ويجب على الحكومة التخلي عن خططها. بحسب ما ذكرته الصحيفة، كان يجب أن تكون خسارة الحكومة في محكمة الاستئناف نهاية لمشروعها الرهيب وغير المتحقق لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. وبناء على شروط الصفقة التي وقعتها بريطانيا فسيتعامل مع طلبات اللجوء هناك وسيسمح لهم بالبقاء ولو كانت طلباتهم ناجحة. في قضية تقدمت بها جمعية مساعدة اللجوء السايلاميد، قرر قاضيان مقابل قاض واحد أن رواندا ليست بلداً آمناً كما يصر وزراء الحكومة. وكان واضحاً منذ إعلان وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل عن الخطة أن الفكرة ليست إنسانية ولا عملية للتعامل مع الناس اليائسين بمن فيهم من يأتون إلى إنجلترا عبر القوارب من فرنسا، إلا أن وزيرة الداخلية الحالية سويلا بريفيرمان وصفت الخطة بأنها حلم. وترى الصحيفة أن عملية نقل طالبي اللجوء إلى ما وراء البحار هي فكرة بدأتها أستراليا في عام 2001 عندما وصل آلاف من الأشخاص عبر البحر وتم أخذهم من السفن واحتجازهم في ظروف قاتمة بجزر مانوس وناورو في المحيط الهادئ، حيث عانوا من الانتهاكات. وتواصل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التعبير عن قلقها من الميول لجعل التزامات الدول الغنية للدول الفقيرة أمراً خارجاً عن اهتماماتها. وتعلق الصحيفة بأن قرار المحكمة هذا الأسبوع كشف عن عيوب قانون اللجوء الذي يناقش في البرلمان ويعريه. نشرت صحيفة ساندي تايمز تقريراً من إعداد بيتر كونراد من ضاحية نانتري في باريس، قال فيه إن قتل نائل المرزوق البالغ من العمر 17 عاماً أدى إلى تظاهرات لم تشهدها فرنسا منذ عقود.
هذا وقتل مرزوق على مسافة أقل من ميل من البرج السكني الذي قضى فيه معظم شبابه في ضاحية نانتري. وقد تساءلت الصحيفة عن السبب وراء قتل الشاب نائل الذي أوقف عند إشارة المرور وسجل مارا لحظة قتله على المقطع المصور بطريقة ذكرت بالعنف الذي انتشر بعد قتل جورج فلويد في مينيسوتا، وقتل أيضا على يد الشرطة. العلاقات العرقية أصبحت خلال العقود الماضية مسألة خطيرة، حيث زاد عدد المهاجرين، وهناك حوالي 7 ملايين أو أكثر في فرنسا ولدوا كأجانب وخارج فرنسا ولوالدين غير فرنسيين، وذلك حسب وكالة الإحصائيات الوطنية. وهناك ملايين من أصول مهاجرة مثل نائل الذي تعود جذور عائلته إلى شمال إفريقيا، وأصبحت معاناة المهاجرين أمراً مركزياً في خطاب الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل حزب مارين لوبان التي كانت في المرتبة الثانية في انتخابات الرئاسة ضد ماكرون. واليوم هناك مخاوف من انتشار الاحتجاج أبعد مما حدث عام 2005، وهذا راجع للاحتجاجات الأخيرة ضد ماكرون، فالمزاج ضد الرئيس غاضب، وحمل المعلقون الحكومة المسؤولية عن قانون مرر عام 2017 منح الشرطة حق استخدام السلاح حتى في حالة عدم تعرض حياتهم للخطر. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. ليلة خامسة من الاضطرابات في فرنسا، إذ لم ينجح الاستنفار الأمني غير المسبوق في فرنسا في كبح الاضطرابات الواسعة التي نشبت في عدة مدن فرنسية عقب قتل الفتى الفرنسي نائل مرزوقي وهو جزائري الأصل. ومع تراجعها النسبي فقد نشبت الاحتجاجات لليلة الخامسة ولا سيما في المدن الكبرى باريس، مارسيليا، ليون، وشابتها اشتباكات وأعمال عنف وتخريب وفق الصور التي نشرها موقع الجزيرة نت. وقد شيعت جنازة الشاب القتيل نائل وهو يبلغ من العمر 17 سنة، شيعت السبت في الضاحية الباريسية بحضور أسرته ومعارفه وسط غياب تام للإعلام. وقد شهدت أعمال الشغبي تراجعا الليلة الماضية على الرغم من الأحداث المتفرقة والتوقيفات. أكد أحد علماء المستقبل أن أجهزة الواقع المعزز التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستمنح البشر قوى خارقة لاكتشاف الأكاذيب وقراءة مشاعر الآخرين. وقال ديفيد ليدل كبير المستقبليين في تصريحات نقلتها جريدة ديلي ميل البريطانية، قال إن أنظمة الرؤية الحاسوبية المدمجة في سماعات الرأس أو النظارات ستلتقط الإشارات العاطفية التي لا تستطيع عيون الإنسان والغرائز رؤيتها.
وقال ليدل إنه عندما يندمج الواقع المعزز مع الذكاء الاصطناعي سيكتسب البشر قوى خارقة حسية من شأنها تغيير المشهد الاجتماعي، مؤكدا أن من بين ذلك القدرة على اكتشاف الكذب. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.않을까 이런 걱정이 있었는데 너무 잘 연주자분들이랑 호흡도 잘 맞고 그래서 아 이렇게도 도전을 해볼 수 있는 거구나 그래서 새로운 좀 새로운 세계에 눈을 뜬 그런 기분이 들었습니다. 연주 상황에 따라서 템포를 순간적으로 변화시켜야 될 수도 있는 것이고 혹은 연주자가 혹시라도 실수를 했거나 혹은 뭔가 예기치 못한 방향으로 갔을 때 로봇이 그것을 피드백을 받고 그 순간에 또 맞는 답을 찾아내야 되거든요. 과연 그러한 과정이 있었는지 모르겠지만 아마도 그런 것들이 좀 더 필요할 것이라고 생각이 됩니다. في نهاية جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيتنا من الرافدين. إلى اللقاء.